طلاب العراق الأحرار. فلسطين قاطع قاطع إسرائيل قاطع حد الموت يا هجوم طبيعين يا هجوم نحن كطلاب جامعة بغداد والجامعات العراقية كافة نتضامن مع طلاب الجامعات العالمية لا سيما الأمريكية والأوروبية التي تندد بالعدوان على غزة وتتضامن مع أهلنا. نطالب الجهات العالمية والأمم المتحدة والجهات المسؤولة كافة بالتدخل لوقف إطلاق النار ووضع حد لهذا العدوان الغاشم. فلسطين حرة حرة إسرائيل برا برا فلسطين عربية فلتسقط الصهيونية تقمع الأرهاب يا أمريكي يا كذاب أنت تقمع الطلاب. قضية فلسطينية مو قضية العرب والمسلمين وإنما قضية إنسانية وأكيد تضامن مع فلسطين وراح نبقى وقفات تضامنية لحين إنه توقف هذه الإبادة الجماعية الحق.